احنا وين؟ نصيبهم الخير. كيف كن؟ بعد كل ضاينين، بعد كل هالنهار، وبعد كل هالجولة مع النصوص بالكتاب المقدس. اليوم بما انه صرت اعطي اكثر من موضوع وعندي امل تكونوا شفتون على القليلة على الفيسبوك، رح اسمح لحالي صرنا بالاخر اني روح صوب نص صعب. وصعب لانه ممكن يسألونا عنه حتى اولادنا. تعرفوا دايما العهد القديم قدي عم يخلق مشاكل، قدي حتى الكبار بيعترضوا عليه، لانه ما تعودنا نقرا عروان. نصنا اليوم نص قيين وهابيل، سامعين فيهم صح؟ شو بهم؟ خيان عبروا بعضهم بدها العد. مش سامعين هيدا افضل؟ سيفين اقوى شوي. طب انا مشوف مش مشكله اذا رحت لهنيك بصير بوصف. انا مشكله طيب ليه قتلوا بعض؟ بيرفع الايدي، ليه قتلوا بعض؟ غيري من شو؟ ذاكرين الناس شيء؟ اي بليز. نعم الله. فاذا اثنيناتهم قدموا تقدمه، اوكي، واحد خضره واحد لحمه، رايت مش صح ومضبوطه، منا غلطان ولا شوي. بيقوم الله بيقبل تقديمي وبيرفض الثاني. لكن قايين غيران لانه الله ما قبل له تقدمته. انه ما تغزوني، هيدا الكلام هيك. الحق عمين؟ قبل. وخلصت. والسؤال الاصعب، طب ليه ما قبل له تقدمته؟ ليه الله ما قبل تقدمة قايين؟ يلا لو قبل الوهابية تتبع قايين تتبع كواجبات. رح افترض هذا الكلام صح. تعرف اذا بنروح بهذا الخط اللي حضرتك عم تقوله موجود بكثير كتب، وي ميرسي برافو عليك. لازم عم يقول لانه في واحد هابيل قدم من قلبه، قايين قدمها كوجبات. اوكي، لذلك الله معمول. هيدا الكلام موجود بكتب، منا علميه، رايك شوي بتبسط الامر. بس اذا عم نفكر بعمق، هيدا الشرح بحطنا بمشكله كبيره. معناتها اذا انا بيوم من الايام ما صليت من قلبي، الله ما بيقبل مني. أخي ما مشكلة، لكن إذا أنا خاطئ والله ما بده يقبل مني، بقى أنا إذا بدون الله مين بده يرجع يردني على الطريق المنيح؟ ما الله باين. المفروض يقبل صلاة حتى إذا كانت منا منيحة، تحتالي يساعدني أقرب منه. لأنه إذا بدك أنا مظبوط ليه؟ بشرفك، مين منا عم يقدم لله من كل قلبه؟ فإذا الله ما لازم يقبل صلاة حدا، كثير هيدا الشرح بحطني بمشكلة كبيرة، لدرجة إنه أولادنا بصيروا يقولوا هيك أنا مش عم بقدر أكون مع الله من كل قلبي فبلاها. بتلاحظوا قديه من حضراتكم ومن أولادنا عندنا أشخاص ما بيقربوا من المناولة، لأنه ولا مرة بيلاقوا حاله مستعدين كفاية. صح؟ ليش أي متى في حدا منا مستعد كفاية إذا بتسمعه؟ أي متى؟ مين بيسترجع يوقف ويقول أنا مستعد أخذ الدبابة؟ مع شربة؟ لا.
صح ولا لا؟ لذلك هيدا المنطق خطير، لذلك لا لازم نفهم شو عم بيصير مع قايين وهابيل تنفهم إلهنا شو هو. ليش لك حدا عنده شيء شرح ثاني؟ نعم. قايين قدم فضلات، هابيل قدم شيء بجنن. كمان في كثير كتب بتروح بهذا الخط لأنه ما لقيت شرح. عرفت علي؟ بس بالحقيقة في مشكلتين بهيدا الشرح. أول مشكلة إنه النص ما بيقول هالحكي. ما بيقول، هلا بنقرا، ما بيقول. رح نقرا مع بعض، مش وارد. شغلة تانية، حتى ولو قايين قدم فضلات، الله لازم يقبلهم. إذا كان عيد ميلادك وعزمتني لعندك وحضرتي رحت وحامل بايدي كادو حق فرنجان، انت شو بتعمل؟ بس شو بتعمل؟ بلا بقول لك ميرسي واو يي، بس فلت كبده بالزبالة. هل يجوز انك تكوني مهذبة اكثر من الله؟ الله اللي ما عجبه يرفع كيف عن شو هذا؟ كبر العمل مش صحيح. كمان عندي خطر، لاحظوا كيف ورا هدول الشروحات البسيطة إذا عمقنا فيهم بيضربوا لي صورة الله. من هون بتشوفوا إنه كلنا بنقول إله العهد القديم إله قاسي. إيه لا حبيبي، إله العهد القديم هو حنون قد إله العهد الجديد، وحبب مسك إذا بتريده لأنه ما تغير. فإذا عم بطلع هيك أنا بالحقيقة ما كتير بفهم شو اللي عم بيصير. الحل دايما بالكتاب المقدس إنه لازم نقرأ إذا بتريدوا كلمة كلمة، لازم نفهم، والنص هو اللي بيخبرنا. إذا بدي ضل أنا وياكم كل نهار نعمل هيك سبيكولاسيون إنه شو رأيك شو رأيك، ما بنوصل لنتيجة. بس إذا قرينا عروي ممكن نوصل لأي أشياء. بلش بقى نحن بسفر التكوين الفصل الأربع من الآية 1 و2 بنبلش. عرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قيين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب، ثم عادت فولدت هابيل. القصة بلشت هون. شو عم يخبرني النص؟ مين خلق بالأول؟ بكر. نعم؟ قايين. شو قلت لي؟ بكر. البكر. شفتوا؟ نشأة إله. نشأة إله ما بتكفوا. على الله. إيه ها. هو البكر وهابيل منه البكر. هابيل مجرد ولد. من هون يا جماعة إذا بنحمل ميكرو وننزل نمشي بين الناس ونسألهم الله مين بيحب أكثر، قايين ولا هابيل، شو بجاوبونا؟ هابيل. نتوقع عن الله إياي شو بيحبوا لهابيل، بينما النص ما كثير بيقول هيك. إنه قايين يكون البكر معناتها قايين بيحمل البركة، معناتها مكرس لله، معناتها قايين هو المسؤول عن العيلة مع بيه، معناتها قايين هو المسؤول إذا بدكن عن هابيل. حتى لليوم بعد الابن الكبير بالبيت بنحمله مسؤولية، مظبوط؟ إذا غاب الباي أو إذا شيء، إذا بدهم يكسروا الأولاد، إذا راحوا شيء، اهتمنا بخيك وبصير نقلة.
فإذا مش مظبوط إنه الله بيحب هابيل أكثر من قايين ولا قايين أكثر من هابيل. لا لا لا، الله شايفهم عيني شايفهم أخوه بيحبوا الاثنيناتهم قد بعضهم. منكمل بس ما تنسوني إنه قايين هو البكر. كل القصة هي وحدث من بعد أيام الأي اثنين ثم عادت ولد خالد. وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض. كل واحد منهم يشتغل بقصر. مشان هيك يا جماعة إنه قايين يقدم فواكه معناتها عم يقدم من شغله، وإنه هابيل يقدم لحم عم يقدم من شغله. فإذا ولا واحدة من التهديمات واحدة أحسن من الثانية، يعني شو بيعمل؟ ما هيدا اللي بيطلعه. هذا الشيء يبين لي إنه لا، مش تقديمي أكثر أحسن من تقديمي. وبعد شوي كمان رح نشوفها. بالآية 3 بيقول وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب. ما قال نسبة الأشياء، لا، من أثمار الأرض، ثمر مرتب ناضج واللي بدكم إياه، ما في أي مشكلة فيه. وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن ثمارها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. قد ما بدكم تجربوا تفهموا هالآيات، ما فيكم تفهموها. قد ما تجربوا، قد ما تحاولوا. ليش؟ وهيدي شغله كثير مهمه بالعهد القديم، لو كانت تكنيك ما راح اطول كثير بالتكنيك، راح دغري فوت على المعاني، بس مضطر اني افتح الباب انا وياكم. اسمعوا يا جماعه، اللي منكم كانوا معي باول محاضره عملناها بسانت ماري بشهر شباط، وحكينا كيف انكتب الانجيل، او رجعوا فوتوا شوفوا اذا بتريدوا على اليوتيوب او على الفيسبوك. قلنا انه الكتاب المقدس بالاساس كان يتناقل شفهيا، كان يتناقل الجد بالبيت من عشية. هيك تلفزيون ما في، نشكر الله ما في واتساب، ما في فيسبوك. ما هالولاد شو عندهم؟ يتجمعوا حول جدهم، يا جدو خبرنا قصة، يقوم جدهم يصير يخبرهم قصة عن آدم، عن قايين، عن إبراهيم، عن موسى، شيء من هالنوع، أوكي؟ لذلك خاصة من العهد القديم محبوك بطريقة القصة. كل قصة وكل فيلم لازم يكون في بقلبه عقدة، بيسموها لليوم حتى بالتكنيك بيسموها نور فيلميك أو عقدة الفيلم. شو يعني؟ يا جماعة كل فيلم تنحضره لازم يكون في شيء مش مفهوم. مش هيك بتبلش الأفلام؟ بالليل جورج نايم، شوي بينفتح الباب ونشوف صباط بحياتنا. عمري ما فهمت ليش صباط، ولا صباط في طق طق طق، بعدين ضرب رصاص بيموت جورج البينات، ومنبلش كل الفيلم نقول مين قتل جورج. اخر شيء بيطلع هو راح سكتي قلبيه من صوت الرصاص. بس ما ممكن افهم شو اللي صاير لاخر الفيلم. انه بشرفك اذا عملت لك فيلم جورج نايل فات توني طق رصاصه لقطوا البوليس حطوا اني شو هالفيلم. لذلك عدة مرات بالنصوص الأساسية بالعهد القديم في آية ما عم نفهم ليه؟ لأنه الأولاد هيدا كانوا مطلوب. يا جدو ليش ما هيك؟ بيقول لهم طولوا بالكم يا حلوين، بقى حضرتي كمان أعمل لكم طولوا بالكم يا حلوين، جايكم بالحديث واضحة. فإذا النصوص الصعبة بالعهد القديم وقت اللي بوصل لمطرح كتير صادم، اوعى تسكر الكتاب
شو هيدا؟ ايه اكيد ما رح تفهم. شو المطلوب؟ كفي الفيلم؟ طول بالك للاخر. وهلا بتشوفوا كيف؟ انطلاقا من هيدا الموقف كتير صعب، كل كلمة رح تجي تبلش تشرح شو عم بيصير. قايل اللي هالقد انصدم انه ولو عم قدم كادو بتقوم ما بتقبله، وقدم فنظر الرب الى هابيل وقربانه، اي اربعة اي خمسة، ولكن الى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا. صح ومعه حق، واطرق راسه. بالعربي ولو شو يعني؟ وطى راسه. ليه؟ عصب. وانا بس عصب ليه بوطى راسي؟ تفكر ليه بوطى راسي؟ شو معناتها انه انا اعمل هيك؟ شو غضب كمان؟ ما بدي اطلع ليه ما بدي اطلع فيه؟ لاني سالت منه معناتها ما بدي. برافو، شفتوا معناها؟ معناها انا اصلا اذا ماني غلطان بلهجتنا المحكيه، اذا واحد عصب مني بقول يا عمي كنت عم بحكي معه، برم وشه وفل. بس اعمل هيك معناتها ما بقى بدي. صح. ليش وطى راسه؟ لانه الله وين ساكن؟ بقى شو عمل له قايين؟ هلا عمي بقى شو بدي خلص. ماش بكي. نحن وصغار شو علمونا؟ إذا قطعنا علاقتنا بالله شو بيصير؟ بيزعل منا. إذا قطعنا علاقتنا بالله شو بيصير؟ كل شيء غلط. إذا قطعنا علاقتنا بالله شو بيصير؟ بيقصصنا. إذا قطعنا علاقتنا بالله شو بيصير؟ شو؟ بيبطل؟ ببطل يرد علينا. ايه بعد الكلمه بس معناتها ما تاخذ. ببطل يرد علينا، ببطل يستجيب. انا صغير كانوا يقولوا لي بيخنقك جزيل. وانا حياتي في عمري ما فهمت ليش بدي جزيل كل النهار راكب على حدا بده يخنق. حرام بدي اجيبه. في حدا يهدينا جزيل؟ بدي جزيل. انت بتعرف تشوف انا وياكم العهد القديم اللي ما بيعجبكم شو بيقول؟ ولكن عبارة لأي خمسة، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وأطرق رأسه. فقال الرب لقايين، بعده عم يحكي معه. وقت اللي عصب قايين شو عمل الله؟ حكي معه. انتم ملاحظين انه هيدي اول مره بالكتاب المقدس الله بيحكي فيها مع قايين؟ بلشنا النص من الاول ما في ولا كلمه. اي متى حكي معه؟ بس عصب وقت اللي خطب. لانه الله ولا مره مستعد يتخلى عنه، ولا مرة الله مستعد يتخلى عنك. يمكن تعمل السبعة ودمتها، هو باقي معك. انت رح تخرب بيت حالك، رح تجيب الدينونة لحالك، اللي بدك اياه، رح بتنزل حالك على جهنم اللي بدك اياه، ولكن الله ما بيتخلى عنك حتى براسك. دليل نص اليمين، تارك الله كل الامر اخر لحظة ليك في مجال تتذكرني. قال له خلصنا، خلصت، صرت معك. الله بيحبه لقيين من كل قلبه، من كل قلبه. الله بيحب كل واحد منا وناطر كل واحد منا، مين ما كنت وشو ما كنت، بأي وضع انت فيه. عروف انه عباد قلبك واقف اليوم يسوع ناطر تفتح.
من اول العهد القديم لاخر العهد الجديد. بوم. طيب ما زالك هالقد بتحبني لا ما قبلت الكادو مع انه جبت لك كادو والله منيح بجنب فري اكزوتيك ما بعرف. هلا شو ما بيحب الفواكه خي خدهم البيهم جيب ليهم انا بيخدهم. تعالوا نشوف. فقال الرب الكريم للآية ستة للآية آخر الآية سبعة لأول مرة بالكتاب المقدس رح نشوف الله مش بصورة بين مش رح يتصرف كبين هالمرة رح يتصرف كأب لأنه ابنه زعلان اقروه. فقال رب القيم لما غضبت ولما أطرقت رأسك. هول الكلمات ما بيقولوا للبين هول الكلمات بتقولوا للأم. اتذكروا وقت اللي كنتوا صغار أنا كمان بس تقصصني الماما أو البابا شو عمل؟ فوت على أوضة النوم أطبو شباب وبلش ابكي صح؟ مين بيجي؟ مامي. ليه عم تبكي؟ ليه زعلان؟ افتح مش هيك عم تعمل؟ ايه البي ما بيعمل ايه؟ البي بيخلع منه وبيخلع من كافي لا وقت سمعني صوتك ولا لكن وقت اللي انا قايم مش عم بفهم على الله قديه هو بيحبني وانه يمكن عاقبني لانه في شيء مش ظابط الله بيفهم انه انا ما فهمت وبيجي وبيجي تفهمني انا امك لا زعلان اذا اجى لعنده معناتها جاي هيشرح صح جاي ليقول له شو السبب هون رح نبلش الفرق لما غضبت لما اطرقت راسك لكن اول شغله عم يقول اياها انا بحبك لكن انا ما رفضت قدمتك لاني ماني طايح بالعكس لاني بحبك انا مضطر اقول لك لا لاني بحبك مضطر اقول لك لا طيب يعني شو المشكله انا قينا في شو بقى شو في قولوا بالهم مش عيني لأنك لو أحسنت أفلا ترفع الرأس لو كنت عامل منيح كنت خليت رأسك مرفوع وطيت رأسك لأنك منك عامل منيح طب شو؟ ما شو الذنب؟ بعد ما عرفت بس على الأقل عم بيقول له رح اكتبها مثل حضرتك في ذنب الله عم يقول له أنا ما قبلت قدمتك لأنه في مشكلة في شيء منه ظابط لا أنتو ولا طيب بعد بيعرف يلا شوي شوي وإن لم تحسن فها إن الخطيئة رابط عند الباب لاحظتوا الله قد ايه لذيذ؟ ما وصلوا تشويح لقايين، لاحظوا قد ايه مربي عم يطلع معه فشخه فشخه، يا قايين في شيء مش ماشي حاله. مش بس مش ماشي حاله، لا لا لا، هو خطيه. وما فيني اسكت عنه. شو الخطيه؟ ما بعرف. ببلش يوصف له اياها شوي شوي. بيقول عن هالخطيه رابضة بالعربي شو يعني؟ ناطرة مثل المفترس ها؟ مثل المفترس ليه؟ ليه قلت هيك؟ من وين جبتها؟ خباية ناطرة مين بيربط؟ الأسد ده شو بيربط؟ هاي خنشة؟ الأسد شي مرة بيربط له بقوسة للأسد فإذا عم يقول رابضة معناتها الله عم يقول له هي الخطيئة هي خفية
انت منك شايفها، معي خبر، ويمكن ماني زعلان انك منك شايفها وما حق ما بيحق لي حزبك عليا، بس تعتقل لك هي الخطيه اذا رابده معناتها اذا لحقت وفلتت شو بتعمل؟ تقتل، بتسبب الموت. اف تعبنا منكمل. اليك تنقاد اشواقها، ثالث شرح بيقول له هي من نوع الاشواق بالعربي، اخر كلمه ما بعرف شو يعني اشواق. تشتاق. شو يعني شوق؟ عاطفة. شو يعني شوق؟ لذة. شو يعني شوق؟ حنان. شوق. ما سمعت برضو. قلة صبر. ليه؟ شو بدي؟ بدي شوف شخص أو بدي شوف شخص. فإذا شوق شو معناتها؟ بدي. حب. بدي شوف او بدي خط. شوق معناتها هو الامتلاك، صح؟ في شيء بدي اياه، صح؟ الانسان شو بيرغب يملك؟ مثل شو بدك؟ شهرة، مال، سلطة، ملذات، سلطة. إلا شو هم هدول؟ مسيح. بس هم شو هم؟ هلا أنا وياك مش عن جد، مسيح على التعليق كثير عجبني، انتبه. عيل. القداسي. القداسة شو جايب كلها؟ قلة الشغل؟ بالحقيقة كل شيء. مسيء على تعليقك ومنه بدي انطلق. الله عم بيقول لك هيدول منهم عاطلين. لك لحظة بشرفك خلينا نفكر مع بعضنا. المال هو شيء عاطل؟ أبداً. ابدا. وقد ما بتملك من المال هو افضل. مش ضروري اذا كان معي اموال كتير يكون انسان عاطل، ابدا مش ضروري. بقدر اعمل فيه الخير، بقدر اعمل فيه شيء بفيد. بقصد بالخير مش ضروري وزعهم على هيك وزعهم شمال، بقدر افتح معمل شغل الناس، بقدر احرك العجله الاقتصاديه، صح ولا لا؟ تنلقط الموضوع اكثر انا وياك، اللي ما معه شيء ما بيطلع من عمره شيء. مظبوط ولا لا؟ فاذا الامتلاك منه امر عاطل، انتبه ابدا. يا خي شو بدك تقول لي سيارات؟ أنا إذا بتعطيني كل السيارات بالعالم وحياتك بكون مبسوط. ما بخلي حدا ماشي على جري بالطريق شو مش ضروري خليهم لألي. واضحة؟ والدليل إنه آخر كلمة بيقولها يسوع الله لا قيين إليك تنقاد أشواقك. أنت يا قيين راغب تملك كل شيء ومعك حق، بيقول له كلمة مهمة، عليك أن تسودها. شو يعني بالعربي؟ سيطر عليها، وإلا هي بتسيطر عليك، وإذا سيطرت عليك حط براسك نحن فايتين بمشكلة. أوكي أبونا كل اللي قلتهم ما فهمنا شيء، شو بدك تقول؟ رح أقول بس بدونهم ما كنا فهمنا.
أول واحد خلق هو قايين. وقت اللي خلق قايين شو كان بيملك؟ نعم؟ كيف ولا شيء؟ كله عزب صح ولا لا؟ كله لا. ليك ورب حتى آدم وحواء ما بيملكوا شيء. تحلك لي لأن الابن بيملكهم. البيبي بيحس إنه بيو لأله وإمه لأله معه حق. أصلا كل ما عم البع بيردوا عليه صح ولا لا؟ مالك سعيدا. لكن قايين بالبداية كان بيملك كل شيء. شوي مدري كيف هونيك بالزاوية طلع واحد تاني يقول بعد اسمه هابيل. قايين شو صار يملك؟ نص نص. والمشكلة كلها هون دبت الغيرة بسبب وجود هابيل. هذا اللي عم بقول يا الله انت بدك تملك كل الدنيا بعرف ويمكن حقك، بس طالما في خيك هابيل حط براسك انت لك نصيبك. هذا النص وين بنشوفه عم يتطبق؟ ببيوتنا. قد ايه تنتبهوا وقت اللي بيكون عندنا ولدين بس يجي تاني ولد؟ اسمعت بتدب الخيري قدي ماكسيموم. لاحظوا انه حتى ولو في فرق بالعمر ما بين الولدين بس يطلع الولد الثاني الاول بيرجع بيعمل بيبي تحته. ليه؟ لأنه البكر ما كتير بيفهم. هو كان من أول شيء في كل الدنيا بيربي حوالي شوي. أمي تركتني وراحت هوني لعند هديك. ما بعرف ينوي بصير بسأل شو أخذ لهوني. بطلع هيك شوفوا عامل بيبي. أوكي ماما بدها بيبي. تحيا عبيبي زفيك. لاحظوا انه عم بحكيكم جد. اذا بوقت من الاوقات لا سمح الله الابن الثاني الصغير طلعت نتفي صحته بيعمل كتير انفكسيون مثلا بيمرض تعلى حرارته حطه براسه. الابن البكر تعلى حرارته بتوصل للأربعين بدون سبب، بدون اي سبب طبي، لانه كل الليل امه راح عند هذاك المحروم. يا اخي الكرم عين بدي حراره. بعد شغلتين لاحظوا عن جد انه الابن البكر دايما عنده رغبه انه يخنش خيه صغير بعيونه، يلعب له بعيونه. ليه؟ لانه صغير ما بيحكي. ايه بس مجرد عم يطلع فيه في بالك انا هون بلاها فلي ولا. مشان هيك الاولاد الصغار كثير بيحبوا يلعبوا بقبوسي. عم بحكيكم رسمي اثبتوا بالبسيكولوجي انه البقبوسي هي اللعبه اللي بحط له المنشفه. بقبوسي هي الحل الوحيد حتى اللي اخفيه من الوجود شيء سيء. من هون اكيد انتم بتعرفوا انه دايما وقت بيجي ولد تاني بالبيت الاهل عندهم دور اساسي انه يضل يعطوا اهتمام معتدل للكبير ويضلوا لاحقينه مثل الله. هيدا خيك بدك تحبه، هيدا خيك بدك تحبه، وكل ما بيعمل معه شغله منيحه لازم يتكافى عليها تيرجع يحس انه هيدا الموجود هونيك هو كمان إيه.
ما فينا بس نضل نقول له يجب ان تحب اخاك. هذا ما شو شو يجب؟ هذا اخايا سفرني نص ممتلكاتي وانت بتقول لي عبدو الخبز اللي حبك حبو غضب ركيتي حبو. هذا لازم كل الوقت ضل كيف الكبير انه عم بيحب الصغير والا ما بيمشي الحال. هيدي مشكلتهم لقيين وهابيل. فاذا الله ما قبل تقدمة قايين لأنه بالحقيقة بيعرف بقلبه لقايين شو فيه. بس أبونا لحظة بعد اللي عم تقوله منه كتير مظبوط. لأنه إذا كان قايين خاطئ المفروض الله يقبله لقدمته. ما فهمنا. ما بعدك عم تقول الصلاة اللي هي جاية من قلب خاطئ لازم تنقبل صح. الله بيقبل انه بيقبل صلوات قايين بس ما بيقبل تقدمته. طولوا بالكم تقلكم ليش. بريك مع الاعلام. هيدي التقدمه اللي عم يقدمها قايين وهابيل اسمها تقدمة العشور، واللي كانت مطبقة بالعهد القديم وبعدها وصية من وصايا الله بالكنيسة. ونحن ما كتير بنتبرق بس هي وصية من وصايا الله. والعشور بالعهد القديم وبالعهد الجديد هي بالحقيقة من أهم التقديمات. تعرفوا شو هو العشور عملياً؟ بالعهد القديم كانوا كل شيء بيطلعوا يقدموا منه للهيكل 10%. شو ما كان يكون المدفون بالآخر منناقش عملياً كيف بدينا عاش. بس اللي عملكم إياه تقديمة العشور هي شغلة كتير أساسية بالإيمان. ليه حقيقة؟ لأنه بالحقيقة العشور عنده ثلاث معاني وثلاث معاني أساسية. أولا هي فعل إيمان. أنا من خلال العشور بكون عم قل له الله أنت أعطيتني كل شيء كله منك. لذلك الله اللي عطاني 100 أنا بشيل منهم 10 وبرجع برد له إياهم كأني عم قل له ميرسي. بس اوعى تفهموا انه هذا الموضوع هو بيتفقع ما نقص لضرعي ابدا. لا هو شيء احلى بكثير من هيك. تفهمكم يا بدي خبركم خبير فورا. اذا عزمتوني على الخدمة انا ورايح لعندكم شو بيخذ معي؟ حلو شيء بين بدك فواكه اكزوتيك بس اذا بتريد بدك اياه ليه؟ تتشارك تانكس بردون مشاركه. افهمت شو يعني؟ ليش انا لازم شارك؟ بردون لاني معزوم. طب ليه لازم شارك اذا كنت معزوم؟ شكرا بردون. ولو اللي بده يحكي بس يرفع ايده تشوف مين ورا ورا اي بليز وين لازم شيء معي شيء تقول لك ميرسي مزبوط بس في اكثر بردون مدام. عم شارك باللي انت اعطيتني اياه. ما عم خليك تحضر طاوله لوحدك.
حابب كون انا كمان عم بعزمك ولو انه على قطعه حلو. لاحظوا اذا كنا اصحاب اكثر وانتم بتعملوا هيك مش كثير حلو. بدق له شو بجيب معي؟ شو بيقول لي ما بجيب شيء؟ ما انت من البيت. بقوم انا شو بجاوب؟ ما لاني من البيت رح جيب معي. فاذا هيدا الجست اللي هو بيعقد وعطول اعمله هو تقول انا مني غريب مني ضيف. فاذا انا وقت بشيل عشرة وبردهم لله تقول له انا ابنك انا ببيتك انا هون انا معك انا عم شايفك بالخليقه. لحظه يا رب خلوني اكمل السيناريو. اذا انا اخذت معي حلو وصلت وقعدنا واكلنا تفتح المدام علبة الحلو بدها تضيف مين بتضيف اول واحد؟ اللي جاي عليه تقول له ميرسي لزت الشيء كيف هو انا بجيب وهيك بجيب وبرجع بنرد بس تقول انه نحن اول تقدمة عشور مطلوبة منا واهم تقدمة عشور مطلوبة منا هي يوم الرب ان كان يوم الاحد او غير يوم حسب كل بلد صار بلبنان يوم الاحد. هيدا اول شيء الله طلبه مني. هو يلي اعطاني سبع ايام تعيشهم اشتغل في تعيشهم. بقوم انا من هالعلبة فيها سبع قطع شيل قطعة وبضيف وياها مش لانه بيعصصني اذا بشيل على الناس ولا لا لا بشيلها لانه بعرف انه هو بيحبني ومشتاقني ولاني انا مشتاقني. تقال له ميرسي بس تقال له اني انا كمان مبسوط اني اشوفك. لكن اني انا احفظ يوم الرب هيدي منا شريعه منو قانون. هيدا احساس طالع من جوا اني انا ابنه وهو ببي وانا بحبه وهو بحبني. ويوم اللي انا ما بيجي يوم الاحد خليني اقول على الناس مع باقي الاشياء كون عم اقول له الله انت منك بي انت مدير الشركه اعطيتني سبع ايام عم بركض فيهم سفقتني اثنين اولاد قلت لك ما تجيبهم هيك ما هيك قلت لك ما تشغلني هون قلت لك ما مظبوط بعامله على انه مدير شركه وبهرب منه. اذا انا بحس انه الله بي انا بالحقيقه اول شيء بشاركه ب 10% من كل شيء بحياتي لاني بحس اني انا بين ايديه. لذلك اذا بدكم تينعاش يوم الرب مظبوط ما بيكفي مشي على القداس. أصلاً اللي مشي على القداس وبيفل وبينتهي يوم الرب هونيك بيكون عم يعلن الله مثل شيء من ضرائب. خلقتني بدك القداس يوم الأحد. ما بتجوا أوقات بتقولوا له أبونا عم قدس كل أحد شو بعد بده الله مني؟ ما بده منك شيء. حبيبي ما بده منك شيء أول ما الله يخليك. إذا منك مبسوط بهذا الموضوع اللي عم تعمله. مثل اللي راح يزور أهله وقال له نزلتهم انبسطتهم وقفتنا ماما حدا منكم بيعملها؟ إذا عم يعملها يوقف أكيد. لذلك يوم الرب يكون يوم الرب هالعشور تكون عشور كل هيدا النهار لازم يكون معه من أوله لآخره. كيف؟ بمية طريقة طريقة. إن كان في نشاط بالرعية ما هيدا الله هو إخوتك. انت منك عم تجي تعمل نشاط منك رأي. اذا جاي على رأي انت منك رأي على الجن لا رأيتك هي مش هي اساس هي الله بالنسبه لك. انتوا اللي قاعدين هلا هون وعتمه الدنيا صرنا 10 الا ربع انتوا عم تعملوا يوم الرب لانه كان فيكم تكونوا بألف مطرح ثاني قدمتوا لله وشكروا الله اكيد شايفكم عليه ماشي. تذكروا ولو لو عم ياخذ وقتي على النقطة لأنه بعتقد إنه هي أهم نقطة بالموضوع. ذاكرين وقت اللي كنا صغار كانوا أهلنا ياخذونا يوم الأحد على القداس وبعد منا بعض منهم شو كنا نعمل؟ نروح عند التيتا أو ما سمعت؟
نروح نزور مين؟ قديس الأول إرالة. أي إرالة مذكرين؟ تيتا وجد الخفيرية والمرضى. كنا نحن رحلين كل كيف كنا فيها المرضى أو المحزونين أو المخلفين. أما الفرحانين ليه؟ تنشيركم تترجع حين العين تكون عين. أنا مش عم أقول أنه اليوم لازم نعمل كل أحد هيك، لا، بس هيدا هو. أنا بهينا نهار بلدئ يسوع بكل الناس اللي يهلني من عائلتي يهلني إلي. وإذا ما في من هيدولة على القليلة بلبنان، على القليلة مش مالي بلبنان، ما مش ما بعرف يكون الكل، كانوا كل الجيران بالبناية يطلعوا يعملوا بيكنيك مع بعض. وهيدا كان يجعل من البناية شيء كثير حلو. كنا نحس حالنا أهل، كانت الناس وين ما مفتوحة على بعض. ما عندي رسائل شو لازم تعملوا، لا، بس هيدا المنطق، هيدا المنطق. النهار كله بده يكون لله. ليش؟ تاني نقطة والأهم، العشور هي فعل سيئة بالله. سيئة أنه الله كريم، انه الله ما بيتخلى عنه. تعرفوا اذا انا المية اللي الله عطاني اياها بتكبش فيهم، يمكن يكون عذر، بس اذا بتكبش فيهم بكون عم اقول بيني وبين نفسي هيدي المية اللي بين ايدي بكرة الله ما راح يعطيني غيرها. معناتها أنا مني وزيفة، معناتها أنا عمود السلوب يعجي خلط الله ونزلت من إيد المية طاعت فيها بكرة بغير ذلك. حتى لو كنت أي زي المية إذا بشيل مني عشرة وبقدوم بكون عمود الله أنت كريم وأنت بين. فيها كتير نسبة كمان طبقها على يوم الرب. أبونا عندي شغل هو عارف، بس إذا بتضل تشتغل 24 على 24 سبع أيام على سبع أيام صدقني بصير في مشكلة، مشكلة كتير كبير. اللي بيشتغل 24 على 24 سبع أيام على سبع أيام اسألوا مين عم يطعمي ولادك، شو بيجيب؟ أنا إيدي عرق شبيني صح، بس بتكون شلت الله على جنب، بتكون عملت من حالك إله عائلتك بس. بالحقيقة بتكون رجعت تصير وزن، معتقد إنه الشغلة قايمة عليك وحدك. بتكون عم بتقول مش عن قصد بس عن غير قصد ما في الله، أو الله من وديك. لذلك الله بيقول لك وقف النهار وشوف واختبر بإيدك إنه هيدي الدنيا إلى رب اسمه الكريم. حتى لو أنت وقفت رح بتضل الدنيا دنيا، رح بتضل أمور تتدبر. أنت ارتاح شوي، أنت نزل عن ظهرك شوي، نزل عن ظهرك شوي، حط شوي سيبك. ليكو أقل ناس بيعملوا هيدي الشغلة أبونا كارلوس وأنا. نركض مثل المجانين تلحق. صدقوني كل مرة بقرأ هيدا النص برجع أنا بتذكر. نحن كمان خاصة كهنة ما بننتبه لهذا الموضوع. نصير نركض من بين، لازم نعرف نوقف. نرجع نكتشف إنه الدنيا إلى رب اسمه الكريم. يا جماعة ما حدا منا بهالدعوة من السماء. ما في إنسان ضل عايش على وجه الأرض، كل الناس قطعت وكملت الحياة وراءه. ما حدا منا بس يوقف وتوقف بيننا. نحن بنفكر فيك، بس هذا شيء ما هو صحيح. ما حدا منا من أجدادنا ترك الدنيا هو مخلص شغله.
وكمل كمان. لكن انا وياكم ما لازم ننتظر لاخر لحظه لنكتشف هيدا الحقيقه. اليوم اليوم لازم نتعلم نوقف. لاحظوا قد ايه حياتنا صارت تعيسه لانه ما بنقعد مع بعض، لانه ما بنعطي وقت لبعض، لانه ما بنرتاح، لانه ما بناخذ فاكاس. نحن معتقدين انه بهالطريقه شلنا السير الجديد، خربناه وهديناه. اليوم خلونا نرجع انا وياكم نستعيد الثقه انه قد ما نكون كره ما معه نكون موجود. كره ما معه بالوقت وكمان بالمال، وقت من الشغله في بيع المال. لانه الله شايف وبيعرف كيف يعوض. مشان هيك تأرجع لم كل هذا الموضوع واختم شوية أنا وياكم قطع الوقت ما نتبه. ليش الله ما قبل تقدمة قايين؟ كتير بسيطة الخبرية. قايين بيملك 50% وهابيل بيملك 50%، صح؟ تقدمة العشور معناتها قايين لازم يقول يا رب أنا ال 45% بكفوني، برضو 45% و 5% لألك، صح؟ أنا ال 45% بكفوني و 5 لألك. بس بالحقيقة قايين ال 50 منهم مكفيينه، بدو المية كلها سوا، صح ولا لا؟ لذلك قايين كذب، عم يقول له الله ناسي، بس هو بالحقيقة من جوا عم يقول له ليه خلقت لهذي؟ كم تعطيني أنا كل المية؟ كم تعطيك 15% وحياتك؟ مظبوط ولا لا؟ فإذا أول شغلة الله ما بيقبل إني أنا أكذب عليه، بس مش هيدا هو السبب. الله عم يقول له لقايين إذا ال 45% منهم مكفيين خذ كل ال 50 بس اترك خيرك. الله عم يقول له لقايين حصتي بعطيك إياها بس خيرك. لا أنا بعطيك كل اللي عندي وبعطيك كل اللي زايد بس أنا ما فيني أعطيك خيرك، خيرك موجود ولا بدك تقبل. قايين فهم تماما بالقصة. قال له آه طالما خيري موجود أنا بيطلع لي بس 50 أوكي عيني كتير بحي وبرجع باخذ المية إن كان بدك. بختم أنا وياكم بقصة تأرجع فهمكم كل هذا النص، بدي خبركم ومنختم فيه. كل يا مكان بيقديم السبب اثنين أخوة يوسف وجورج والأحسن هذيك شباب أوادم شغيلة سكرتية بيعرفوا خاطركم عندهم شغل منيح فاتحين تجارات كل واحد عنده محل اسمهم بالسوق بجنن ناس بتحبهم توسع فيهم يبطلون الدنيا عليهم بألف خير. بيوم من الايام الصغير جورج مرض وتقلت حضره فات على المستشفى وشهور ما كانت تزبط. خافوا انه يمكن ما يظلم جورج، يعني يوسف كان عتلان هم انه خليه معقول يروح من بين ايديه. المهم ربط دبر بعد شي سنه ونص حالته تحسنت زال الخطر وبلش جورج من اول وجديد يستعيد شوي صحته. بس انتو بتعرفوا انه سنه ونص جورج مسكر دكانه مصلحته زبوناته صاروا غير مطرح وكل راس المال اللي كان مجمعه حطه بالمستشفى
ظلت جورج بالخبرية بس طالع آخر يوم بالمستشفى قبل ما يطلع يوصل يوسف لعنده بدق الباب بسكر الباب بطلع كل الناس لبرا بقول له تطلع لك يا جورج أنا وياك إخوة وأنت من خيرة الأوائل لك يا خيي كنا عتلانين هم أنك تروح من بين إيدينا ولك شكور الله وقطعت المشكلة هلا شو صار الله بيدبر لخيي أنا حبك قل لي شو بدك تعمل منيح الحكي بدك تفتح تجارة من جديد جورج قال له زبوناتي راحوا طبعا خي قبل شو بدك تصير بيوم جورج بيقول لك يا خي تتقلب انا من انا وصغير بحلم يكون عندي فرن قالوا ايش والله طالع عملي عمل فرن خي قادم قوم الساعة 4 مخبز الفرن وزع الخبزات 10 بصير بالبيت انا لا صرت صحتي عادي بدي اعمل اكثر من هيك قالوا لي بدك فرن فرن بيوم جورج بيقول والله ليك انا شايف فرن على راسه الحاره هونيك مسكر له قال له ايه والله مزبوط بدك اياه لعمك حدا بزمنه قال له معروض للبيع اوف طب خي شو بكلف انا بخيل بكلف بين ال 100-150 ألف دولار صور صور هيك بيقوم جورج يوسف الكبير بيشيل دفتر شيكات بيكتب له تشيك ب 150 ألف روش تلك دبرها ظبطت معك الايام بترد الايام وما ظبطت الايام عمرك ما ترد مش بسألان ولو نيع لحدي دوم نيع بيوم جورج تاني يوم بيروح بيشتري الفرن بيظبطه بيجدد المكانات بيعمل لازم يعمله صح اول ربطة خبز لمين لا هو اللي ساعد ليش اقولكم يوسف ما بقى معه يشتري خبز يوسف ما بقى معه يشتري خبز ليش اخذ وياه بيقول له ميرسي كل يوم الصبح اول رقبه خبز هاي الامر ينقيه من رغيف رغيف لمين لخيه ويخدهم بايده على البيت صبحك بالخير يا خيي او خبزاتك بيرجع ينزع على الفرن صح ولا لا؟ هيدا مخالف مين فات بالدار؟ معكم جورج خيك عامل منيح بس لك بيتنا كيف صار؟ لك هالفرش لك سيارتك محرقة بهدلونا الناس ما كان في يعطيك شوي زيادة بس 150 ناسي كم مرة انت سهران معه يوم طولي مرد كيف هو رفت عنده ناسي انت شو عامل معه زن 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 عبت له راسه بيقوم تاني ما مشوش عاير راسه عم يشتغل انه كان انه مرد معه بيوصل على الفرن بيتلقى بأول ربطة خبز اشنا كان بيقول بيطلع بدق مع خيه بيفتح الباب بيفتح ليوسف بيقول له خد خبزاتك يوسف شو قال له ما بدي اياه قول ليه؟ لا مش من قلبي لانه مش من قلبي لانه انا ما بدي خبز انا بدي خير يوسف بالنص هو قوي وجورج هو قيم اللي جاي بهو الفرويق اكزوتيك اللي بدك اياه لحظه انتقت من الدليل قال له خذ فواكهتك قال له طول بالك قيم خذ فواكهتك أنا كل بين الدنيا ما بيغنيني عن نظرة صادقة وبس من القلب تطلع لأنه يوسف كمل وقال له لجورج ليش أنت طلبت مني وما أعطيتك؟ أنت قلت بدك 150 لو قلت بدك 500 ما أعطيتك ولو هلا أجي لعندي وتقول لي بدك مليون ما بعطيك والله عم يقول لكل واحد منهم جربني وشوف شوف إذا كنت أني ولا لا بس أنت آمن أني بيّن وساعة أني عم بطلع فيك تكل عليك شوي وشوف مثل ما بيقول داود زوقوا وانظروا ما أطيب ألف شكر
بعض بيني وبينك اخر ميرسي سيدنا على كلامك وقعدك على الاسماعيليين. وبتخيل اللي بساعدنا احنا طالعين النظره في كتير اشياء. بيي مش بدنا نشفى من عين التطبيع على الاخر، ربنا كريم وقدر يضل مكاننا سوا، شيخ المدرب اخينا ولا اخينا. كلنا اختبرنا يمكن القدر اللي علمنا شوي نختبر قديش حلو انه كنا ناخذ خيرات. اخو خير من التالي هون بتنسى الرب يسوع قديش بنحس انه رائع انه كيف الرب بجمعنا بجعلنا عائله عندنا كل شيء نفرح فيها وما عندنا سبب لتعامل مع بعض بالعكس مش عم نغتني من امكانيات وطاقات مع بعض نحن كنا انتظار بكره الساعه 6:30 بسان ميري اذا بتحبوا تشاركوا كل اللي بيحبونا بنتعوض كمان